احنا بحكي باسم الاخوات طول عمرنا مساندات، ولكن لن نبقى مساندات فقط، مساندات ويجب ان نكون مشاركات مع اخوتنا الرجال في كل المجالات وفي كل الخنادق. وبالتالي انا اقول جنبا الى جنب، معا وسويا ممكن ان نصل الى ما نصبو اليه من مجتمع متقدم مدني تسود العدالة الاجتماعية والشراكة الحقيقية ما بين المرأة والرجل، لنبني مجتمع متنور متقدم نفخر فيه أمام كل العالم، كما بنينا مجتمعات المنطقة بأسرها. يجب أن نبني مجتمعنا على قواعد سليمة وأسس صحيحة للأسرة الفلسطينية. يعني هذا فداءتي في دور النشاط الذي تقوم فيه حركة فتح إقليم تول كريم بتكريم هؤلاء الناشطات الماجدات الفتحويات، أخت الأسير وأخت الشهيد وأم الأسير وأم الشهيد، وبالتالي يأتي هذا التكريم لهن لأنهن يستحقن ذلك. فهن هو تكريم لرياض الأطفال التابع لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي والذي تشرف عليه حركة فتح. فهذه الروضات وهؤلاء الأطفال هم الجيل أو الأجيال القادمة التي تتعاقب القضية الفلسطينية حتى تحرير القدس وغرس هذا الانتماء في نفوس وعقول هؤلاء الأطفال من قبل هؤلاء الماجدات البطلات المناضلات. فبالتالي يستحقن كل التكريم، فيأتي هذا اليوم تكريما لهن في حضور الأخت أم وعد وزيرة شؤون المرأة في السلطة الوطنية، وهي ناشطة أولى وأسيرة سابقة ومناضلة فتحوية حقية، وبالتالي تأتي معنا لتكريم هؤلاء الماجدات. نشكر أول إشي الإقليم طول كرم برئاسة مؤيد شعبان، وبنشكر لجنة المرأة للعمل الاجتماعي على هذا اليوم الحافل اللي كرموا المرأة وثمنوا وقدروا دور المرأة في هذا اليوم اللي هو كان تكريم لنهاية الفصل الثاني لمعلمات رياض الأطفال اللي بتختص في لجنة المرأة للعمل الاجتماعي بشكل خاص. وشكرا لهم على هذا اليوم، وطبعا أكيد يعني هذا يوم فعال ويوم حافل بالنسبة للمعلمات، إنه يعني بشعروا بتقديرهم لهذا الموضوع للمعلمات إنه كيف بتتعب وكيف بتنجز. وشكرا لهم برضو كمان مرة على أساس إنه هم كمان بدعمونا باستمرار، وفي شغل ما بيننا وبينهم يعني بين التنظيم وبين لجنة المرأة بتواصل. رفيق سليم عوض بيتراح رؤى شهد السحاب حسين فولي شكرا.